هذه دار الإذاعة الكويتية. برنامج يقدمه مصطفى أبو غربية. سيدتي وسادتي، قامة مستقيمة، هدوء في حركاته وكذلك في حديثه، صوت ناعم جميل ووجه لطيف وعينان فيهما ابتسامة، موسيقي موهوب وملحن ناجح. هذا هو أحمد علي. عندما رأيته قلت له: من أنت؟ فابتسم وهو ينظر إلي بطرف عيني وقال: يا سيدي أنا اسمي أحمد محمد علي. أهلا وسهلا. أهلا. بالسؤال الأول اللي هأسأله لك في برنامج سين جيم هو: يا أخ أحمد، نحب نعرف إذا أنت اشتغلت بعمل آخر غير الموسيقى قبل ما تدخل هالميدان هذا ولا لا؟ لا أبدا والله، أنا طول عمري موسيقى. طبعا لأن والدي موسيقي. إذا متى دخلت الميدان الفني بالضبط؟ يعني عملي في أي سنة؟ في حوالي 1939. هذا والله من زمان. والله. طيب لما دخلت الميدان الفني أهلك ما عرضكوش أبدا، ما حد عرضك منهم؟ لا، أنا قلت فتك إن أنا من عائلة موسيقية تقريبا. والدي موسيقي يعني. طيب أنت ولو إنهم يعني ما كانوش عايزين برضه. طبعا تغلبت الله. طب الهواية، انت تعلمت الموسيقى هيك بهوايتك ولا في المعهد؟ لا في المعهد طبعا، تعلمت في المعهد وتعلمت عند مدرسين عرب واوروبيين برضه. يعني بقدر اعرف على ان انت تأثرت بدراستك على ايدي الاساتذة الغربيين بالموسيقى الغربية؟ يعني الى حد ما، بس انا الحين بحاول الاحتفاظ بالطبع العربي في الموسيقى. بس ايه، بستعين ببعض فنون الموسيقى الغربيه زي مثلا الايقاع السريع، التنويم الموسيقي يعني اللي عليه الهارمونيا، وبحافظ دايما على رنه اللفظ العربي، يعني ما اخلش ابدا بايقاع اللهجه واللفظ العربي في الاذن. كتير كويس. ما هي الالات يا اخ احمد الموسيقيه اللي انت بتجيب العزف عليها؟ والله بعزف آلات كتير جدا. سميه للمسلمين. يعني بس يعني ده كتير قوي. معلش خلينا نعرف. يعني بعزف كمانجا شوية، بعزف عود، بعزف بيانو، وانا بشتغل عندك هنا بالباص يعني وهكذا. انت عارف طبعا. طب المستمعين لابد انهم بتسألوا ايه الباص؟ تقدر تسميه الاسم الكامل؟ ده آلة اسمها كونتر باص. ايوه. آلة كبيرة هي زي الكمانجا. بس طبعا هي امهم كبيرة جدا. وطول بن ادم طبيعي هي طول بن ادم. ودي تعتمد عليها الفرقه كلها عشان الايقاع. مش معنى الباص او الاساس يعني. ايوه الاساس كله. طيب يا اخ احمد، ممكن انا اختار ثلاث قطع او اربع قطع واطلب منك تقدم لنا من كل قطعه او على كل قطعه مقطع موسيقي؟ والله تحت امرك. استغفر الله، هذا امر خيالي للناس يعني. والله انا هذا ما ارجوك. تحت امرك. ممكن تسمعني اول شيء على العود هيك؟ هذا امرك. حاضر. نسمع حاجة تانية على الكمان. حاضر. تفضل. طيب.
احمد يسيرة. طيب ايش رايك اللي نسمع على البيانو كمان؟ ايوه حاضر يا فندم. يلا هات سمعنا يا شو. بقدر اعرف انه انت سبق وحاولت انه تكتبت في الموسيقى الغربية وفي الحانك اللي انت عملتها وانا تكتبت بمعنى الاصح بمعنى الاصح الاستعانة ببعض حاجات زي الزيتي زي التوجيه بقدر افهم من الكلام اللي بتقوله انه انت بتوزع تطعيم الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية والاستفادة منها. لا مش تطعيم الموسيقى لا استعانة بعض الفنون اللي هم رابطين فيها زي العصر زي الفنون الأغنية الموسيقى العربية الغنية جدا أغنى من كل موسيقى. طب أنا بعرف على أنه أنت موسيقى على العصر نفس الوقت ملحن موهوب موسيقى تقدر تعددني أكثر ألحانك؟ والله في شوية أغاني ممكن في ألحان رقصة في ألحان سريعة في ألحان عاطفية في ألحان بخصص وجود وظاهر في ألحان شعبية في ألحان حماسية يعني شوف في حاجات لها يعني. طيب من الألحان مثلا الراقصة نعم شو تقدر تسمعنا؟ في لحن اسمه استسانتا مين بغنيه؟ بغنيه لمعان لمعان دي مفروضة بغنيه؟ نعم طيب ممكن نسمعه؟ اتفضل دي لطيفة اي نعم والله ممكن نسمع لحن اسمه مسيرة انسى
مثيري أنسى؟ مثيري أنسى. مين بغني؟ بغني وداد. وداد دي برضه لبنانية؟ أي نعم، عربية. يعني بقصد إنه المطربين. أيوه. طيب هات شو سمعنا إياه. بعد ما ترى انت شو حتى معنا ايش هيك توصف في الظهور الرايحين اي حدا في اللحن اسمه ايها النرجس ايها النرجس ابن غني حسن عبد الملك مش كده اي نعم طيب شو رايك اسمع فيه انا طيب تفضل هاي لحن ايها النرجس طيب اسمع Thank you.
بي، بحب اسمع في لحن هادي بدخل الطمأنينة من القلب. فمثل ايه؟ ما فيش عندك ولا لحن يعني حاجة خيالية كده؟ ايوه في لحن اسمه خيالها النشواني. غنين اللي بغني؟ ايوه مش البريدي. مش البريدي؟ اي نعم. طب هكا فوق سماعه. عندك ولا لحن شعبي؟ لا ازاي؟ لحن الشعبية دي مهمة جدا. طب هات لي شوف سمعنا شيء. تسمع في لحن اسمه هداني مرة. لا تبع بديع ده. اي نعم. بديع صادق. انا بديع صادق بغني. وبديع شو تبقى تقرب لك في نفس الفرصة او شو علاقتها بيك؟ اسمك شو زوجي؟ لا في لزوم ونص. يا سيدي تبقى زوجتي. يا سيدي اهلا وسهلا. طيب حنسمع الان من زوجتك اللي هي بديع صادق اللحن الشعبي اسمه ايه؟ هداني مرة. اللحن هداني مرة. Yeah.
فعلا لحن لطيف. طيب يا اخ احمد، انت لابد اعملت لك شي لحن هيك، لحن نشيد او لحن قومي وشاع. عملت حاجة في لحن يظهر انه منتشر شوية ومشهور شوية. ايوه، شو هو اللحن اللي يقول فيه قولوا الابن وابويا؟ هذا طبعا المجموعة. ايوه. طيب شو رأيك برضو نسمع اللحن؟ امرك. طيب حنسمع مع الاخ احمد لحن حماسي وهو نشيد قولوا لابني، غناء المجموعة. نكتة لازم انا كتب النكتة ضروري. طيب يا سيدي،
في نكتة بتقول ان واحد قروي فلاح دخل مطعم عاوز يتغدى، فمش عارف يعني يتغدى ايه، اتلخبط خالص، يقول الراجل عندك ايه؟ قال له انا معروف يعني اكل ايه، قال له اسمع ما دام تتلخبط كده ولا حاجه اجيب لك غدا كامل. من بصير الفلاح كده قال له غدا كامل، طب وكامل ياكل ايه؟ يا احمد المعزوفه الموسيقيه اللي انت لما تسمعها وبترقص على نغمتها اسمها ايه؟ والله في موسيقى، ايوه في الموسيقى، والله الموسيقى الاستاذ نجيب رفق الله عندنا هنا كل الالحان تقريبا تلقف والله. والله عشان كده بشوفك دايما في الاستوديو قاعد نازل رقص. والله يا اخي ده استاذ. طب شو رايك ترقص لك شويه دلوقتي؟ امرا الله. طيب الاغنيه اللي انت لما تسمعها بتبكي على لحنها شو هي؟ اللحن اسمه يا مناديت لأم كلثوم. ده لا شك انه انت حساس قوي. ده والله لحن انا متأثر جدا. هذه دار الإذاعة الكويتية. برنامج يقدمه مصطفى أبو غربية.